بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية، نكمل مع بعض مادة الإحصاء الفصل الثاني في الاحتمال الشرطي. ناخد مثال من كتاب الوزارة صفحة 38، بيقول: عند إلقاء حجري نرد مرة واحدة أوجد احتمال أن يكون العدد الظاهر على الحجر الثاني يساوي 4، علما بأن العدد الظاهر على الحجر الأول يساوي 2. يعني احنا هنلقي حجرين نرد مرة واحدة، عايزين نشوف الحجر الثاني احتمال ان يكون الحجر الثاني مكتوب عليه 4 والحجر الاولاني يكون مكتوب عليه 2. ده المطلوب اولا. المطلوب ثانيا مجموع العددين الظاهرين يكون زوج، علما بان العدد الظاهر على الحجر الاول يبقى 6. الحجر الاول يبقى 6. طيب نيجي نشوف هنفكر في المسألة دي ازاي، نقول له الحل. طيب نون فضاء العينة بكام؟ طالما حجري نرد، حجري نرد يبقى نون الفضاء يبقى 6 تربيع، يعني 6 في 6 في 6 وايه؟ و30. دي نون فضاء العينة بالكامل. طيب عشان نحل المسألة دي، أسهل طريقة إن احنا هنحل باستخدام الرسمة أو الشجرة البيانية. حجر نرد، الرسمة الأولى أو الرمية الأولى، الرمية الأولى هنعملها على المحور الأفقي، يبقى لدينا 1 2 3 4 5 6، ده فضاء الحجر الأول. فضاء الحجر الثاني 1 2 3 4 5 6، يبقى احنا كده لو جينا نقول 6 في 6 يطلعوا 36 زوج مرتب. طيب يعني ايه زوج مرتب؟ يعني ممكن تكون 1 1 1 2 1 3 1 4 وهكذا، الواحد مع كل الاعداد، الاثنين مع كل الاعداد، الثلاثة مع كل الاعداد، الاربعة مع كل الاعداد، الخمسة وهكذا. طيب بس احنا هنحلها بطريقة مختصرة وسهلة وبسيطة. هنحلها بايه؟ بطريقة الاختزال. هو بيقول لي هنا احتمال ان يكون العدد الظاهر على الحجر الثاني 4. فين الاربعة على الحجر الثاني؟ احنا قايلين الحجر الثاني اهو، الحجر الثاني هو المحور الرأسي، محور الصداقة. يبقى الأربعة يبقى هو هذا الخط، يبقى هو هذا الخط. قبله كام؟ قبل الواحد، وقبل الاثنين في الرمية الأولى، وقبل الثلاثة في الرمية الأولى، وقبل الأربعة، وقبل الخمسة والست. يبقى دول ستة أهم، اللي هو الحجر الثاني يكون 4. هيظهر 4 إمتى؟ في قبل كل عدد يظهر على الحجر الاول. طيب في الحالة دي، علما بان العدد الظاهر على الحجر الاول يساوي 2. طب فين الاثنين على الرمية الاولى؟ اهو، يبقى ديت الاثنين. طب نعملها بقلم تاني عشان اللون. يبقى ممكن تكون 2 و1، ممكن تكون 2 و2، ممكن تكون 2 و3، ممكن تكون 2 و4. خلي بالك 2 و4 دي عليها في مع النقطة الصمراء والنقطة الحمراء. ممكن تكون 2 و5، ممكن تكون 2 و6. طيب احنا عايزين ايه؟ عايزين ان الحجر الثاني مكتوب عليه 4، علما بان الحجر الاولاني يكون مكتوب عليه 2. واضح جدا، هنعملها بطريقة الاختزال. يبقى ب هو الحجر الثاني والف هو الحجر الاول. يبقى احتمال سحب الب يكون 4، شرط اساسي ان الاول يكون عليه 2. يبقى اسمه احتمال ب شرط الف، ب شرط الف ان الحجر الثاني يكون مكتوب عليه 4 والاولاني يكون مكتوب عليه 2. طب ده يساوي ايه؟ يساوي فين نقطة التقاطع في الخطين في النقطة اللي أنا رسمتها؟ كم نقطة التقاطع؟ 1. يبقى 1 على كم نقطة في الحجر الأول اللي في الحجر الأول أي اللي هو بيظهر العدد 2؟ كام؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى كأنه الاحتمال إن الحجر الثاني مكتوب عليها 4 بشرط ان الاولاني مكتوب عليه 2 هيساوي 1 على 6، يساوي 1 على 6، 1 على 6 على ده، 1 على 6. دي بطريقة الاختزال. لكن في طالب تاني ممكن نحلها باستخدام القانون الشرطي، يقول احتمال ب شرط الف هيساوي
ب شرط ألف هيساوي زي ما طبقا للقانون بيساوي احتمال التقاطع على احتمال الألف، على احتمال الألف. طيب هنا احتمال التقاطع هيدي كام؟ احتمال التقاطع في الحالة دي هو واحد برضو بس على كل الفضاء العينة، يبقى واحد على 36 على احتمال الألف. احتمال الألف نيجي نشوف كم عدد هيظهر له 2 هما 6، يبقى 6 على 36. مختصر 36 مع 36 يبقى 1 على 6، يعني طالع سدس. يبقى إجابة السؤال الأول يساوي سدس، اللي هي إيه؟ اللي هي احتمال إن الحجر الثاني مكتوب عليها 4 والأول مكتوب عليه 2. طيب نشوف المطلوب الثاني، مجموع العددين الظاهرين زوجي. مجموع العددين الظاهرين يكونوا زوجي بس بشرط ان العدد الظاهر على الحجر الاول يكون 6. الحجر الاول اهو، طب فين الستة اهي؟ الستة هيكون يبقى هو ده العمود ده اهو، العمود الاخراني ده هو بتاع الست، العمود ده بتاع الست. طب لما يكون ده العمود ده بتاع الست، ستة وكام يدي زوجي؟ ستة وواحد سبعة ما ينفعش، ستة واثنين تمانية تنفع، ستة وثلاثة تسعة ما تنفعش، ستة واربعة عشرة تنفع، بعد كده ستة وخمسة حداشر ما ينفعش، ستة وستة اتناشر تنفع. اذا عاوزين الوقت نجيب احتمال احتمال ان يكون العدد الظاهر العددين يكون زوجي بشرط ان هو يكون العدد الحجر الاول مكتوب عليه ست. يبقى عاوزين احتمال ان العددين يكونوا زوجي بشرط يكون الحجر الاول مكتوب عليه ست يساوي. نيجي نشوف من الرسمة قدامنا كام نقطة التقاطع اللي هو مجموعهم الزوجي، كام؟ 3 اهو، 3 على احتمال ان هو يكون الحجر الاول 6، دول عدد الستة كام كلهم؟ دي بستة لان ستة وواحد ستة واثنين عددهم ستة، تلاتة على ستة يدي نص، تلاتة على ستة يدي نص. يدي اسهل طريقة مختصرة لحل هذا السؤال. طيب ممكن طالب يحلها بقى بطريقة ازواج مرتبة ويعتبر فضاء العينة كله برضو 36، بس هتبقى طويل عليه كده. احسن طريقة بطريقة الاختزال، احسن طريقة هي طريقة الاختزال. ناخد بقى اخر جزئية في الاحتمال عشان نخلص الفصل الثاني، وهو الاحداث او الحدث المستقل، الاحداث المستقلة. يبقى عندي حدثين، عندي حدث اسمه الف، طالما هما احداث يبقى اكتر من حدث، يبقى حدث الف وحدث ب. يبقى اذا يعني ايه احداث مستقلة؟ اذا وقع حدث لا يؤثر على الحدث الاخر. طيب ايه اعرف امتى يكونوا مستقلين؟ حطوا شرط عشان نكون الحدث الف والحدث ب احداث مستقلة، لازم اما تيجي تجيب التقاطع بتاعهم يساوي احتمال الاول ضرب احتمال الثاني، احتمال الاول ضرب احتمال الثاني. طيب في الحالة دي ايه الفرق بينها بقى وبين الاحداث المتنافية؟ الحدثان المتنافيان، اما اقول الف وب حدثان متنافيين، يعني هم بعاد عن بعض بهذا الشكل، وفي الحالة دي ان تقاطعهم بكام؟ بفاض، وبالتالي يكون احتمال الف تقاطع الباء يساوي صفر. اعرف الفرق بين الاحداث المستقلة او حدثين مستقلين وحدثين متنافيين. متنافيين تقاطعهم بصفر، احتمال تقاطعهم بصفر. مستقلين احتمال تقاطعهم يساوي حاصل ضرب احتمال كل واحد لوحده. تمام، في فرق جوهري كبير، فرق شاسع بين الاحداث المستقلة والاحداث المتنافية. ناخد مثال يبين الكلام ده. مثال بيقول ان انا عندي حقيبة برضو في اربع كرات حمراء، دي فرق بينه وبين، هتلاحظ الفرق بينه وبين المثال اللي كان في الفيديو السابق، وست كرات زرقاء، ست كرات زرقاء. هنسحب كرة، يعني هنسحب كرتين بس واحدة
وحدك واحده واحده هنا مع الاحلال. يعني هنرجعي خلي بالك ان احنا هنرجع الكره اللي احنا هنا بقول لك مع الاحلال. مع الاحلال يعني ايه؟ مع الاحلال يعني انا هرجع الكره مش هتاثر. يعني لو سحبت كره مش هتاثر في فضاء العينه زي المثال اللي قلناه في الفيديو السابق. ايه المطلوب؟ المطلوب عايزين احتمال نمره واحد ان الكرتان حمراوتان. المطلوب الثاني ان الكرتان زرقاوتان. المطلوب الثالث ان الكره الاولى حمراء والثانيه زرقاء. طيب عاوزين بقى ممكن نضيف كمان المطلوب الرابع ممكن نضيفه كمان ان ممكن يكون احدهما حمراء والاخرى زرقاء. شوف الفرق الجوهري بين المطلوب ده كله. طيب ان عندي اربع كرات حمراء وستة ازرق. طيب تعالى بقى نشوف هو مع الاحلال يعني فضاء العينة ساب مش هتغير يبقى مجموعهم 10. يبقى مجموعهم في الحال في كل الحالات 10. يبقى اذا الحل نيجي نقول له الحل المثال اهو قدامنا نيجي نقول له الحل نقول ننفي عدد فضاء العينة بالكامل كام؟ 10. عدد فضاء العينة كله 10. طيب هنفرض ان الف هي الكرة حدث الكرة الأولى وب حدث الكرة الثانية طيب في الحالة دي احنا عايزين ايه؟ نشوف المطلوب الأولاني عايزين الكرتين حمراوتين يعني الكرة الأولى حمراء والكرة الثانية حمراء. الواه انت درستها في الاحتمال يعني تقاطع وندخل عليهم الاحتمال يبقى انا كده عاوز احتمال ان الكرة الاولى حمراء والثانية ايضا تكون حمراء ويعني تقاطع. يعني انا عايز اجيب تقاطعهم. طيب هشتغل تقاطعهم على انهم ايه؟ طيب قال لك خلي بالك هنا مع الاحلال طالما مع الاحلال تبقى هي احداث مستقلة. ليه؟ لان قال لي مع الاحلال ان مسح الكرة مش هتأثر على ايه سحب الكرة الاخرى. يبقى اذا التقاطع هيساوي ضربهم يساوي احتمال الالف في احتمال الباء. طب احتمال الالف كام؟ الالف الكرة الحمراء هما كم كرة حمراء؟ 4 على 10. يبقى اذا 4 على 10 في عدد الازرق كام؟ 6 كرات. يبقى في 6 على 10 يطلع الاربعة وفي 6 نضربهم ادي 24 مظبوط كده 4 على 10 في 6 على 10 مظبوط الاربعة في 6 24 على 100 يطلع 24 على ايه؟ على 100. طيب عاوزين نشوف كده خلاص يبقى هو ده الاحتمال ممكن تختصرها او تسيبها براحتك عادي على الاربعة في 6 على الاربعة فيها ايه؟ 25 يعني بتساوي 6 على 25. طيب نيجي بقى نشوف المطلوب كده خلاص مظبوط كده على الاربعة في 6 على الاربعة في 25. طيب تبقى اذا 6 على 25. عايزين نجيب المطلوب الثاني ان الكرتان زرقاوتان. طيب نفس الكلام عشان يكون الكرتين لونهم لون ازرق لازم يكون برضو عايزين نجيب التقاطع بس هنا الاثنين زرق يعني التقاطع دي تقاطع دي يعني هما الاثنين حاجة واحدة. يعني مثلا نقول احتمال ب تقاطع ب هيساوي احتمال الب في احتمال الب. طب احتمال الب كام؟ عدد الب عدد الكور الزرقاء 6 يبقى 6 على 10 في
برضو 6 على 10 يعني هيساوي 6 × 6 = 36 على 100. نختصرها دي على 4 فالتسعة على 4 فال25 يعني هتساوي 9 على 25، تساوي 9 على 25، دي ان الكرتان زرقاوتان. طيب نشوف المطلوب الثالث، ان الكرة الاولى حمراء والثانية زرقاء. هو هنا خلاص هو بتها ان الاولى لازم تكون حمراء، يعني احتمال ان الاولى حمراء ونفس الكلام ان التانية برضو تكون زرقاء، ان التانية تكون زرقاء. طيب تقريبا، طب نشوف هنا المطلوب الاولاني، المطلوب الاولاني كانت الكرة الاولى حمراء والثانية حمراء، والثانية حمراء، والثانية حمراء، يعني دي برضو الف، يعني يبقى برضو احتمال الف برضو زيها، يبقى هنا برضو 4 يعني تطلع 16، تطلع 4 × 16 على 100. اختصر على 4 فعلى 4 على 25. يبقى اذا ان احتمال ان الكرتان، احتمال ان الكرتان حمراوتان، احتمال ان الكرتان حمراوتان يساوي 4 على 25. الاولانية 4 على 10 في 4 على 10، يبقى 16 على 100، 4 على 25. طيب نراجع تاني المطلوب الثالث، بيقول ان الكرة الاولى حمراء والثانية زرقاء. الاولى حمراء يعني الف، و يعني تقاطع الباء، يبقى احتمال الف تقاطع الباء هيساوي احتمال الالف في احتمال الباء، في احتمال الباء. طب احتمال الالف كام؟ عدد الالف الاحمر 4 على 10 ضرب عدد الازرق 6، يبقى 6 على 10 يعني هيساوي 24 على كام؟ 24 على 100. نختصرها يبقى على 4 فالستة على 4 فال25 يعني بتساوي 6 على 25، 6 على 25. نشوف المطلوب الرابع، المطلوب الرابع كان احدهما حمراء والاخرى زرقاء، احدهما حمراء والاخرى زرقاء. طب ديت هيبقى في اختلاف؟ هيبقى في اختلاف كبير جدا. طيب احدهما حمراء يعني ممكن يكون احمر، احمر يعني الف، و والاخرى زرقاء، يبقى و هنا هنقول و زرقاء يعني باء، او يبقى في هنا او ضافت، ممكن الاولى تكون زرقاء و ممكن الاولى زرقاء يعني، والتانية تكون حمراء. هنا و بنستبدلها بتقاطع، وتقاطع بهذا الشكل دخل عليهم اللام، يعني عبارة عن احتمال ألف تقاطع باء أو باء تقاطع ألف، هما يطلعوا زي بعض، فيطلع احتمال الألف كام؟ احتمال الأحمر كام؟ 4 على كام؟ على 10، 4 على 10. في احتمال الأزرق كام؟ 6 على 10، أو يعني زائد العكس، 6 على 10 في 4 على 10. نصف دي نشوفها تطلع 4 × 6 = 24 على كام؟ على 100، 10 × 10 زائد 4 × 6 = 24 تاني مكررة على 100، يبقى بيساوي 48 على كام؟ على 100، 48 على 100. ممكن نختصرها ايه؟ على 4 فال 12 على 4 فال كام؟ 25. يبقى دي احتمال ان احدهما حمراء والاخرى زرقاء، واحدة حمراء والتانية زرقاء، يبقى ممكن يكون الاولى حمراء والتانية زرقاء، او التانية زرقاء الاولى زرقاء والتانية حمراء. في الحالة دي يبقى اذا جابنا الاحتمال بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب في هنا اخر حاجة في الفصل ده، اخر حاجة في الفصل ده بتقول مثلا الاحداث الغير مستقلة، الغير مستقلة، الغير مستقلة هي الحدث لو انا عندي حدثين غير مستقلين يعني تقاطعهم،
يعني تقاطعهم لا يساوي حاصل ضرب احتمالاتهم. حاصل ضرب احتمالاتهم يبقى هنا في الحالة دي نقول عليهم ان هي احداث غير مستقلة. اما الاحداث المستقلة هي الاحداث اللي احنا قلنا عليها دلوقتي اللي هي تقاطعهم يساوي حاصل ضرب احتمالاتهم. يبقى دي احداث مستقلة, دي مستقلة ودي غير مستقلة. بكده ابناء الطلبة والطالبات نكون خلصنا الفصل الثاني وهو الاحتمال الشرطي والاحداث المستقلة ان شاء الله نكمل الفصل الثالث الفيديو الجاي ان شاء الله, وربنا يسهل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم صالح عبد العال.